المواجهة رقم 16 بين الأنصار الطامح لاستعادة لقب الدوري وشباب الغزية على ملعب بحمدون، كان أبطالها كتيبة الأنصار المدججة بالنجوم وعلى رأسهم الهداف الحاج مالك. بدور الغزية خاض المباراة بغياب 8 من لاعبينه وهدد مرمى الزعيم الأخضر من البداية وكاد يفاجئ الجميع ويفتتح التسجيل. نجم وسط الأنصار على السيسي رد بتسديدة صاروخية تصدى إلى الحارس أحمد دياب، وعاد وحرم ساجد أمهز الأنصار من افتتاح التسجيل، لكن الحاج مالك اتلقى هدية من علي السيسي وسجل هدف الافتتاح لفريقه وهو الهدف الخامس له هالموسم. راضي على المستوى، فريق لعب كتير منيح بس فريق عم يضيع فرص كتير، يعني أول شوط وتاني شوط هذا مش أول مباراة، نستحق 3 نقاط، نستحق الصدارة وإن شاء الله الجاي أحسن. قائد منتخب لبنان ونجم الأنصار حسن معتوق أضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني وتعامل مع تمريرة علي السيسي برعونة، ليأكد غازي حنيني أنه طريقه إلى المرمى هالموسم معبد بالأهداف للمباراة الثانية على التوالي، فاستغل عرضية نصار نصار وأسكن الكرة مرمى شباب الغزية ليمنح التقدم لفريقه بنتيجة 2-0 وينجح بكسب رهان جمال طه عليه. بالنسبة للمباراة اليوم نحن صعبناها على حالنا صراحة، ضيعنا كتير فرص، الفريق كتير عم يلعب بطريقة حلوة اليوم جماعية وكنا عم ندور الطابة بشكل حلو. الشباب الغزية يلي كان خصم عنيد للأنصاريين سجل هدف تقليص الفارق عبر عماد غدار بالدقيقة 70 من عمر المباراة، وأدى سوء متابعة علي بيسي لكرة رأسية من تحقيق التعادل. الشباب ما قصروا، أدى مباراة بروح قتالية بانضباط بحذر تكتيكي مثل ما قلنا قبل، أحرجنا الأنصار فعلا. الزعيم الأخضر سجل فوزه 11 على شباب الغزية والسادس على التوالي بالمواجهات بين الفريقين، بوقت بقي الأخير دون أي فوز وبرصيده نقطتين من تعادلين هالموسم.